حول طبيب نشاط عيادته الخاصة في مدينة وهران بغرب الجزائر والمتخصصة في علاج الأمراض الجلدية حولها إلى معالجة المصابين بفيروس كورونا، وإضافة إلى احتواء العيادة على 5 أجهزة تنفس اصطناعية وضعت مواردها لخدمة المشافي الحكومية في وهران لتحاليل، إلى جانب تخصيص 5 أجنحة وأكثر من 30 سريرا للمرضى والمصابين بالفيروس. نحن كجزائريين وكأطباء وكمؤسسة استشفائية خاصة كنا متضامنين وسنتضامن على غرار كل ما يجري والمرار في الجزائر ولمساعدة بعضنا البعض، وهذا الروح التضامنية الشاملة في الجزائر تبشر بالخير إن شاء الله. حيث أن مؤسستنا لديها 34 سرير منها أسئلة الإنعاش، 5 أجهزة تنفس اصطناعي، ربع قاعات للجراحة العامة، وكذلك جهاز سكانر. للذكر فإن في مؤخرا كذلك قمنا بتسخير هذا الجهاز سكانر إذا كان لازم ذلك لمرضانا حيث مجانيا، حيث أن يعرف العام والخاص أن في الأسابيع الأخيرة هذا الجهاز أصبح ضروري خاصة عند المرض يتنقل إلى الرئتين ويكفي استعماله لتشخيص المرض. اللي يجب أن نقول بأن في الحالات الأخيرة لمرض كورونا فيروس اللي ظهرت في الجزائر كان كنا عنها مقابلينها بالأدوية اللازمة، حيث حالات شفاء بكورونا فيروس مرتفعة كثيرا والحالات الجديدة في تنقص يوميا، وهذا يبشر إن شاء الله بالخير لكي نقضي على هذا الوباء في أسرع وقت إن شاء الله.